وسهلا مشاهدينا الكرام. أمام ارتفاع أسعار المحروقات بتجاوز سعر الغازوال سعر البنزين لأول مرة في تاريخ المغرب وتصاعد أسعار المواد الأولية، أسئلة عديدة تطرح حول موقف المتفرج للحكومة من هذه الأزمة، إلى جانب أسئلة أخرى نطرحها للنقاش مع ضيفنا الأستاذ محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. مرحبا بك الأستاذ الرهج. شكرا على الاستضافة. بداية أستاذ الرهج، كما شهد من قبل مع أزمة كورونا لاحظنا تدخل الحكومة بكل ثقلها حول هذه الأزمة بخلاف أزمة سعار الأسعار المحروقات، لماذا في نظرك الأستاذ الرهج؟ ولأمر بسيط، أثناء كورونا مش الحكومة التي تدخلت، وهي المؤسسة الملكية التي تدخلت بكل ثقلها، أولا عبر خلق لجنة ديال اليقظة اللي كانوا الممثلين ديال مجموعة المؤسسات ما عدا الوزراء السياسيين، ثانيا أخذ قرارات جريئة منها صندوق ديال كورونا اللي جمعت ما يعادل 35 مليار، وفي إطار هذا الصندوق اتخذ قرار أن الدولة تقدم مساعدة من الزاوية الطبية لجميع المستشفيات عبر العتاد والأدوية ما يعادل 2 ملايير ديال الدرهم. الدولة اخذت قرار باش تساعد الأسر اللي فقدت الدخل ديالها واللي عرفوا حالة البطالة، ثم كذلك الدولة تدخلت لتقديم كل المساعدات المالية للمقاولات اللي كانت في صعوبة. هذا بالنسبة للكورونا فيروس، أنا شخصيا أرى أكثر التدخل الملكي من التدخل الحكومي. الحكومة الحالية مع على ضوء ما تبقى من كورونا فيروس والآثار السلبية ديال الحرب ديال أوكرانيا وروسيا، أنا بالنسبة لي كما قلت أنت في المقدمة حكومة متفرجة لا شيء يأتي منها ما عدا يوم الخميس واحد البلاغ كيتصدر واللي كيقراه النائب ولا الناطق الرسمي باسم الحكومة والأمور تحبس تماك. الآن كل ما نعيشه من زيادات مهولة في جميع القطاعات في جميع الميادين، بدأت من المواد البترولية، في إعلان البترول تزاد في السوق العالمية، المغرب ليس منتج، ولكن اللي صعيب كيفاش يمكن لنا نتقبلوا هذه الأثمان اللي جايه من الخارج اللي مفروضه علينا. وهنا عندنا واحد الهامش ديال التدخل على مستوى الدولة المغربية وعلى مستوى الحكومة إلى بغات تخدم، انها هذا الثمن ديال المواد ديال البترول فعلا واحد الطرف ما كندخلوش فيه هنايا نستورد، ولكن عندنا تقريبا ما يعادل الثلث ديال الرسوم الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة اللي تكون ثمن، وما تبقى فيه يعادل درهم و50 ديال الربح اللي كتعطى الشركات الموزعة المواد البترولية. دونك البارح شفت ما يعادل 15 درهم و52 ثمن لتر ديال الديزل، هذيك 15 درهم راه درهم و50 كتمشي للشركات الموزعة وأساسا الشركات المستحوذة على السوق، ماشي لي ستاسيون ديسونس كيتهادو كيقتنعوا يقنعوا غير بواحد الهامش بسيط. ثم عندنا تقريبا 5 دراهم ديال الدوله ديال الرسوم الضريبه على القيمه المضافه والضريبه الداخليه على الاستهلاك، وما تبقى هو الثمن ديال الاستيراد. الاشكال اللي مطروح، لماذا لا تتدخل الحكومه لحمايه المستهلكين لحمايه الاسر، اما تقديم مساعدات تاخذ واحد الثمن ولا نسب واحد الجزء ديال الثمن اللي كيتباع، بحال كان عندنا سابقا اثناء صندوق المقاصه اللي للاسف الشديد تحذفت في الحكومه ديال بن كيران، دونك الدوله كتاخذ على عاتقها واحد الجزء ديال الثمن. هنا الدوله المغربيه ولا الحكومه مازال ما خدات حتى شي قرار من هذا البديل، مخلي السوق يومي الاثمان كتغير يوميا، حتى ديك القوانين الضابطه للاثمان اللي كانت من قبل الزيادة ولا المراجعة ديال الأثمان كتكون في بداية الشهر وفي 15 ما بقاتش محترمة، حتى النصوص ما بقاتش محترمة. يعني كاين بعض الشركات ما كتحترمش هذاك الدورية ديال كل 15 كل 15 يوم ما كتحترمش، كنشوفوها كمستهلكين ملي كيمشيو الثمن كيطلع ويهبط، وأساسا كيمشي غير باش كيطلع باش يهبط راه ما كاينش. هذا إشكال كبير والحكومة متفرجة، وكنعرفوا مدى التأثير ديال المواد البترولية، لأنه عندنا
عندنا اقتصاد مبني على المواد البتروليه، ما يمكنلكش تنتج الكهرباء الا ما كانش عندك الطاقه، وما يمكنلكش دير النقل الا ما كانش عندك الطاقه. دونك كل ما تزاد الثمن ديال الطاقه والا انعكس سلبا في الزياده ديال الاثمان ديال الخدمات وديال السلع اللي كتستهلكها كل الاسر. الشيء اللي كيدفع الان جميع المغاربه كيتشكاو بهذا الثمن المهول اللي كيتفوتر اثناء الاستهلاك، وكيشوفوا وكيتفرجوا علاش هاد الدوله باقيه متفرجه ولا الحكومه باقيه متفرجه ولا تدخل ما عدا هذا الاسبوع الماضي القرار اللي خداوه باش يساندوا الناقلين المهنيين عبر نعم. تعليق ديالك استاذي على قرار اللي خدته وزاره النقل بخصوص المقايسه. لا، المقايسه شيء جديد، هذا مشروع قانون تم اقتراحه من طرف الحكومه، ولكن لن نتوفر على الجزئيات، وهي انه الناقلين غادي غدا الثمن ديال النقل العمومي غادي يكون مرهون بثمن ديال المحروقات. تزاد في المحروقات الثمن ديال النقل العمومي ديال السلع ولا ديال المسافرين غادي تزاد، الثمن هبط ديال المحروقات اون برينسيب فما بالمبدا الثمن كيهبط. دونك المقايسه ما كتهمش الاسر ولا المجتمع المغربي بصفه عامه، كتهم غير الناقلين، لان مازال النقل العمومي خاضع لواحد المجموعه ديال القوانين. ونعطيك غير المثال ديال هذه ثلاثه الاسابيع، من ناقلين خداو قرار باش يزيدوا ما يعادل 20% في الثمن ديال النقل، تدخلت الدوله بصفه مباشره ونبهتهم، وفي اخر المطاف ما وقعتش الزياده. الان الناقلين كيكونوا مجموعه ديال الضغط ومجموعه قويه جدا، لانه غدا الا داروا اضراب على الصعيد الوطني راه حتى شي حاجه ما غادي تتحرك في السلع ولا الخدمات. ففي هذا الباب الاسبوع الماضي الدوله ولا الحكومه تدخلت بتقديم مساهمه ومساعده للناقلين حسب الفئه ديالهم وحسب الطوناج. الان كيقدموا مشروع قانون اللي غادي يدير هالنظام ديال المقايسه، ولكن كيهم غير الناقلين المهنيين، الاخرين ما معنيينش. المستهلكين والاسر شنو ما مستهلكوش، كيبقى الحل انه من الاحل الحلول ان الدوله خصها تطبق النظام ديال المقايسه ديال الاجور بالنسبه للتضخم. عندنا هالقانون كيرجع الى 1958، للاسف الشديد باقي جامد. فالان نظرا للنسبه ديال التضخم، التضخم ارتفع على ضوء الزياده في المحروقات وعلى ضوء الزياده في الاثمان ديال المواد الغذائيه المستورده في المغرب. اخر سعر كان اخر نسبه كانت عطاتها بنك المغرب وهي 4.7%، وربما غادي يطلع اكثر من هذا. الحل الوحيد لحمايه القوه الشرائيه ديال الاسر وديال العائلات انه خاصها تفعل هذا القانون ديال المقايسه ديال الاجور على النسبة ديال التضخم، لأن ما يمكنناش غدا نديرو حتى بالنسبة للأسر المقايسة مع المحروقات، لأنه عمليا وتقنيا يستحيل. ولكن الحل هو تفعيل قانون متحرك للأجور عبر المقايسة ديال الأجور حسب النسبة ديال التضخم اللي غادي يتأكد كل سنة. كاين شي دول أخرى فعلت حاليا هذا القانون؟ شي دول فعلا، مجموعة دولة منها فرنسا اللي كناخذوها حنا دائما كمثال. ففرنسا خدات قرار ديال الزيادة ما يعادل تقريبا 2 ولا 3% ديال الزياده في الاجور على ضوء النسبه ديال التضخم المالي اللي تسجل، التضخم اللي تسجل بالنسبه للعام 2021. دونك عندهم نفس القانون، غير هما كيفعلوه حنا كنتفرجوا فيه. نعم، وعلى مستوى تعزيز الامن الطاقي والسياده الوطنيه كاين مطالب عده جهات وطنيه على راسها جبهه انقاذ سامير باعاده الاستئناف ديال النشاط ديال سامير وتعزيز المخزون الطاقي من المحروقات. شنو النظر ديالك استاذ الراشد؟ فعلا انا من الاسبقيه ديال الاسبقيات باش المغرب يحصل على الاستقلال الذاتي ديالو، الاستقلال الاستراتيجي ولا الحمايه الامنيه ديالو. ما بقاش الامنيه غير مفهوم الجيش والدفاع، الان الامن كاين الامن الطاقي، كاين الامن الغذائي. نعم. كاين الامن ديال الانترنت الى غير ذلك. نعم. بالنسبه للمحروقات فالبترول مواد من المواد استراتيجيه. احنا انا شخصيا انذاك اثناء 1996 من تم الخصصه ديال لاسمير كنا ضدها، لانها الشركه اللي كان خصها تبقى ما بين ايدي الدوله نظرا للقطاع استراتيجي، لان المواد البتروليه قطاع استراتيجي للحفاظ على الامن الطاقي ديال البلاد. للاسف الشديد لاعتبارات ما تم تخصيص خصصت هذه المقاوله
فاللي شرى المقاولة ما احترمش دفتر كسميتو التحملات، لأن كان مطالب باش يجدد التجهيزات الفنية، لأنه ما نساوش لسامير المصفات شريناها ديجا دوكازيون على إيطاليا 1958 مي وصلنا 1996 عيات وقدامت. دونك في التعهدات ديال السعودي اللي شرى المقاولة أنه غادي يجدد التجهيزات باش يحسن الطاقة ديال التكرير ديال المواد البترولية. للأسف ما داراش أكثر من ذلك، تم قام واحد مجموعة ديال التحويلات، هذا ما جاء في القرارات ديال الأبناء ديال المحاكم التجارية أثناء محاكمات المسؤولين على سمير، أنه الأرباح كان يخصصها للشركات اللي كتمشي للعقار. الآن في المغرب أنا من الناس المطالبين للحفاظ على الأمن الطاقي بالمغرب عبر استرجاع لسمير على الأقل غير المستوى ديال المستحقات للدولة. الدولة كتسال 17 مليار درهم لسمير لأنه ما خلصوش رسوم الجمرك، ما خلصوش الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وما خلصوش الضريبة على القيمة المضافة، ما كانش كيدفعوها للخزينة. فإدارة الجمارك عندها ما يعادل 17 مليار ديال الديون المستحقة على لسمير. ثانيا ضرب لأنه حتى مجموعة ديال المواد البترولية اللي كانت كتستورد من الخارج وكانت كتسولت في إطار إعفاء ديال الضريبة على الضريبة الأخرى لأنها كانت مخصصة للمكتب الوطني للكهرباء لإنتاج الطاقة، تم تحويلها إلى السوق الداخلية للبلاد. دونك لعب المغاربة، لعب على الدولة المغربية، لعب على القوانين المغربية، وفي آخر المطاف غير المستحق للدولة تعادل 17 مليار في إطار القانون. أنا ما غاديش نقول التأميم ديال لسمير، نقول غير في إطار هذوك الديون المستحقة الدولة تسترجع لسمير. على الأقل إلى ما كانش هناك قرار شجاع سياسي بخلق مقاولة جديدة داخل لسمير لتكرير المواد البترولية، على الأقل نستعملوها كوعاء للاحتياط ديال المواد البترولية، ستوكاج ديال المواد البترولية. وناخذت واحد تجربة ديال الهند. الهند عندهم مجموعة ديال الشركات ديال الخاصة اللي كتستورد المواد الخام وكدير لها تكرير وكتبيعها في السوق، وعندهم كذلك واحد التجربة دايرينها الدولة الهندية زائد المقاولات الخاصة ديال الهند، داروا شراكة فيما بينهم باش يستوردوا المواد البترولية في السوق مي كيكون الثمن رخيص. كيستوردوا ما يعادل حتى 6 شهور ديال الاحتياط ديال المواد البترولية، ويتم تكريرها داخل هذه الشراكة ما بين الدولة والهند، وكيدخلوها يخرجوها للسوق ويبيعوها بواحد الثمن معقول لا للناقلين ولا للمستهلكين. حنا للأسف ما عندناش هذا الشيء، عندنا الآن ما يعادل الاحتياط ديال 25 يوم. أنا كنقول حان الوقت على الأقل لسمير نستعملوها كوعاء لتخزين المواد البترولية، على الأقل نشريوها على المدى البعيد على 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور يكون الثمن هابط، ونخليوها احتياط نخرجوها للسوق أوفيغ يا ميسيغ على حسب الحاجيات. الإشكال مطروح هنا، خص قرار سياسي جري، كما ربما خصنا ناخذ قرار بالنسبة للمواد الغذائية، وهنا الحكومة بدل أن تتفرج يجب أن تتدخل وتطبق على الأقل غادك اللي وعدونا به أثناء الحملة الانتخابية، وعلى الأقل يطبقوا غادك اللي جاو في التصريح الحكومي أمام البرلمان من سي الأخ نوش طلب المصادقة على البرنامج ديالو وتثبيت الحكومة ديالو. نعم أستاذ الراجل، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نضرب لكم موعدا جديد. مرحبا.